بالنسبة لعمليات التشوهات الأنف بعد رضوض أو إصابة أو بعد عمليات سابقة كانحراف الأنف أو نقص في الأنف كشكل الأنف السرجي أو الأفنص بيقولوا بالعامي، ففي إجراءات تانية ممكن نحن نعوض النقص في أقسام الأنف، كان نقص بالعظم أو الغضروف، أو إذا كان الأنف منحرف ممكن نعمل عمليات لتصحيح الانحراف وتقويم الأنف عشان يصير أنف مستقيم من الخارج ومن الداخل، وكل العمليات بتصير تحت التخدير العام. مجمع فاليو الطبي، لأنك من قيمة أكبر لدينا.